أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد. أكماك برنامج تقدمه جامعة أم القرى منذ عامين، ويهدف إلى تأهيل الشبان والشابات من طالبات الجامعة وغيرهم من أصحاب الأفكار الريادية لصياغة أفكارهم التجارية واختراعاتهم، وتشجيع براءات الاختراع وتطوير المنتج للشكل الذي يؤهله للدخول إلى السوق والمنافسة التجارية. المزيد من التفاصيل في هذا اللقاء مع ضيوفنا الكرام، ضيفتي الكرام آلاء بكري طالبة لغة إنجليزية بجامعة الجوف، وسهام ميان طالبة كلية شريعة إسلامية في جامعة أم القرى. أهلا وسهلا فيكم. أهلا، حياكم الله وسعيدين بتواجدكم. الله يحييك. أول شيء خليني أبدأ سؤالي الأول بداية فيك، حسألك سهام. طبعا. مشروع أكماك يمكن اسم ما حيكون مألوف لدى الكثيرين، يمكن في المقدمة أعطينا نبذة بسيطة أنه بيتبنى الأفكار والمشاريع لشبان وشابات اللي عندهم اختراعات وأفكار إبداعية. أنت أعطينا فكرة أكبر وأوسع عن مشروع أكماك أو برنامج أكماك. برنامج أكماك هي عبارة عن برنامج تحتضن أصحاب الأفكار الإبداعية سواء كان من طلبة الجامعة أو الثانوية. اللي يميز أكماك أنه برنامج اسمه مسرع الأعمال، إنها مثل برنامج كاست أو بعد إحنا نطول فيها، بس مسرع الأعمال فكرتها إنها تسرع الأعمال. واللي يميزها غير عن كذا إنه يسرع الأعمال؟ يسرع الأعمال. أوكي. إنه إحنا خلال 3 أشهر. يعني إيه يسرع الأعمال؟ المشاريع نفسها. المشاريع نفسها؟ إيه. يسرع دخولها لسوق العمل؟ تقريباً. إيه. تمام، يعني ينتجها ويهتم فيها يتبناها. يتبناها. تمام، عظيم جداً. بعدين؟ الأفكار دي بتحول خلال 3 أشهر بإذن الله لأفكار منتجات تنزل في السوق جاهزة من حيث إنها بتكون يستفيد منها المستهلك. إيه، بيستفيد منها المستهلك وممكن خلاص تنزل في السوق يشتروها. عظيم، يعني بتكون جاهزة للاستهلاك. جاهزة للاستهلاك وبالأسواق لدى جميع الناس، يعني متناول جميع الناس. متناول جميع الناس. جميل جدا. طيب يعني سؤال لك آلاء، هل يعني هذا البرنامج بيستهدف مشاريع معينة عن أخرى ولا بيستهدف كل المشاريع بشكل عام؟ هو بصراحة برنامج أكماك بيستهدف نفس الشخص. إحنا لما قدمنا في بعضهم الحين بأكماك دخلوا بأفكار يعني بداية ما انقبلت، دخلوا كشخص، فهم بيركزوا على الشخص، والشخص هذا اللي مع التأهيل بيعطونا ورش عمل مرة مثرية يعني. فمن ضمن الأعمال اللي إحنا طلعت منها أفكارنا أو سوري الورش العمل اللي هي اسمها ورشة ابتكر، فبيهيئونا وبتطلع لنا أفكار يعني ريادية ومجدية ماليا مبتكرة، فهم بيركزوا على دي الشيئين يعني. جميل جدا. طب أنا حابة أتعرف على مشاريعكم، أكيد عندكم مشاريع، فحابة أتعرف مين حيتكلم لي عن مشروع بالأول. تفضلي. ألا مشروع، أول شيء طبعا أنا جاي من الجوف، أجلت ترم من الجامعة وجيت هنا عشان أكماك. كان عندي هدف واضح أني أدخل، الحمد لله تيسرت لي. رفضت كل أفكاري اللي كنت جاي عشانها، وبورشة العمل طلعت لي الفكرة اللي هي سجادة تفاعلية تسهل العمليات الحسابية للأطفال حركيا وصوتيا. سجادة؟ نعم، تفاعلية. غريبة. طبعا طريقة اللعب فيها بنقر بالرجل على المفاتيح. تعطي المفاتيح هذه لما ننقر عليها اللي هي يسموها إرسالات أو يسموها نتائج فورية على الشاشة الرقمية. طبعاً بدينا بالتابلت، حولناها اللابتوب، وحالياً بنطورها عشان تكون لاسلكية على السوني. غريبة فكرتك شوي. أوكي. غريبة صح، بس بدأت من شيء بسيط اللي هي هدف إنه إحنا نسهل عمليات حسابية للأطفال اللي هي التعلم بمتعة والحركة، عشان الطفل لما بيجلس مثلاً على الأيباد نقول بيلعب مثلاً لعبة 1+2 نساوي كذا كذا، بس احنا بنعطيه حركه، فالجلسه هذه ما حتكون جلسه، حيكون في حركه وحاجه تنشط عنده الدوره الدمويه. احنا عندنا كذا هدف للطفل، وبتثبت بدماغه اكثر. صحيح، باللعب ما باللعب. بيحس انه هو بيتعلم، يعني هو بيتعلم بطريقه هو يحبها. ايوه، هو ده الشيء. والله فكرتك عظيمه. ايش بالنسبه لمشروعك حبيبي؟ انا مشروعي طبعا انت اكيد بما انك مراه وكلنا بنعاني منها اللي هي مشكله كوي الملابس. طيب. بدات بيها في 3 ثانوي من موهبه. لما كنت شاركة بالأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، كانت فكرتي في البداية إني أبسط، ما جبت الفكرة، بس أبغى إنه في شيء يكوي الملابس بدون أنا ما أكويها. فبديت موهبة ومنها الأولمبياد الوطني، وبعد كده دخلت الجامعة وعرفت عن أكماك وسجلت في أكماك دي السنة في الدفعة 4. فمشروعي اللي طلعت بيها اللي هي سيلف آيرون، جهاز يكوي لك الملابس أوتوماتيكياً
بوقت أقل وبطريقة بسيطة وسهلة عن طريق البخار. يعني أنت تحط ملابسك ترجعي تلقيها مكوية. أها يعني هو بيكوي من نفسه. من نفسه. آه أوكي. يعني بيوفر لك الوقت. هذا الاختراع حينبسطوا فيه ربات البيوت والكمان اللي بيشتغلوا في المنزل. أي طبعاً. حينبسطوا فيه على الآخر. بيختصر وقت وزمن. بيختصر الوقت والجهد كل حاجة، وغير كذا إنه أنت في نفس الوقت عندك تروح تعمل أي حاجة تانية وترجع. ومو قطعة واحدة. كذا قطعة. أنت كيف فكرت بمشروعك؟ أنا بدأت. كيف جات الفكرة عبالك؟ في البداية أول ما فكرت بها فكرة استشوار إنه أبغى شيء ساخن. خلاص تكوي الملابس. بعدها تطورت ومن خلال الورشات اللي بحضرها في الجامعة وزي كذا جاتني الفكرة الثانية اللي هو لما دخلت أكماك إنه هم أحلى حاجة فيهم في أكماك يخلوك تفكر كريادية. يعني حاولوا تفكيري أنا كمخترعة كريادية. يبوا شيء. أنا النموذج اللي كان عندي قبل أكماك شيء كبير الناس بحيشتروها. بس في أكماك لا، قال شيء صغير كل الناس يحبوها، كل الناس يقدر يستعملوها بسعر تكون في متناول الجميع. ففي ديك الفترة ما كان عندي وقت. خلال أسبوع زي ما قلت لك إحنا الهدف منا مسرع. خلال 3 أشهر بننتج بننجز أشياء. صح إن هي ضغط بس من جد بنتعلم أشياء ونستفيد. جميل جدا. فالفكر تفضلي. الفكرة اللي طلعت بيها إني جبت قدر الضغط وحطيت عليها، ومن خلال البخار دي استفدت منها وإنها تكوي هي تيشيرت واحد وتبت النظرية. وفي المرحلة اللي بعدها الحمد لله تعاملنا مع مصانع وطلعنا بنموذج الأولي. دحين نموذج جاهز. إيه تقريبا. بس لسه ما نزل ولا نزل في الأسواق؟ لسه ما نزل. لسه ما نزل في الأسواق. لسه عقيد البحث والتطوير. إيش تتوقع لمشاريعكم؟ إن شاء الله بإذن الله. إحنا في مرحلة بحث والتطوير، إذا إن شاء الله بإذن الله ربي كتب لنا وطورناها بالطريقة اللي إحنا نطمح لها. إن شاء الله نكون صني للأطفال، ليش لا نكون. وبالنسبة ليك سهام؟ بالنسبة لي أبغى أحقق رؤية أكماك. هدف أكماك ورسالته إيش؟ من مكة إلى العالم. إنه أبغى أدخل كل بيت ويكون اسم فريقي هي إيروز. طبعاً أنا مو لوحدي، معايا فريق عمل بيساعدني الأستاذ محمد تيسير، هو الماسك المحاسبة المالية معايا في فريق إيروز، وبيساعدني في النموذج والتطوير وكل حاجة. والحاجة الثانية اللي تعلمنا منها في أكماك إنه ما في شخص يشتغل لوحده. تيم وورك. تيم. كلنا تيم. روح التعاون. أوكي. إنه إحنا نستفيد ونفيد. صحيح. جميل جدا. يعني من أهم الأشياء بيركز عليها أكماك الفريق. يعني إحنا كنا جايين المبتكرين خاصة، يعني كمان أنا مبتكرة من 6 سنوات بيجوا يحب يشتغل لحاله أناني كذا بالتفكير والشغل. بس لما جينا تحولت رؤيتنا دي وصرنا نحب إنه يكون لا نتشارك نستفيد من داودة. يعني كمان من الأشياء اللي أنا بفتخر فيها إنه فريقي رومار موجود معايا، عهود مسعود، وأيضا مبرمج عمار دبعي. تمام. عظيم جدا. كيف تقييمكم للأعمال اللي كان أعمال زملائكم اللي كانوا موجودين في أكماك؟ يعني شايفين إنه ممكن تطلع اختراعات قوية سهام؟ جدا جميلة. لأنه حتى بحد إنه في طلبات جينا من برا، من برا المملكة. حتى في طلبات وصلتني من الأردن، من الكويت. أنا مشروعي لما في مرحلة البحث جاتني طلبات من أمريكا ومن الكويت. يعني إن شاء الله بإذن الله رؤيتنا بنحقق رؤية أكماك اللي هي من مكة للعالم. وإيرز بإذن الله حتكون في كل منزل وفي كل بيت وفي يد كل ست إن شاء الله بإذن الله. كيف شايفين مستقبل المخترعين في المملكة؟ يعني أنا أتكلم بصراحة، في كثير مخترعين بيشتكوا إنه ما في جهة بتتبنانا، ما في جهة بتهتم فينا. صحيح. إنه معهم حق، يعني يبغوا يطلعوا يظهروا على السطح. أنتوا كيف شايفين الآن الخطوات الأولى في الاهتمام بالمخترع؟ هلا. طبعا هذه النقطة اللي قلتيها أنا عانيت منها جدا. أنت قلتي لي إنه اختراعاتك لم تقبل. أيوة، عندي 3 اختراعات. ليه فكرك اختراعاتك لم تقبل؟ ما كان عندي وعي إنه الفكرة هذه يحتاجها السوق. تعلمت هذا الشيء بأكماك. الحين عرفت إيش يعني وهيئون إن إحنا نعرف الاحتياج. سبب عدم الرفض كان إنه فكرتك مش محتاجة السوق. أيوة، يعني أنا أفكاري جبارة كانت، ما عندنا كلام، لدرجة في فكرة ترجم حركة الفك إلى صوت إلكتروني. أوكي. طيب الأشخاص البكم بس لأنه. طب وهذه ما هي محتاجة السوق؟ محتاجة بس الفئة قليلة. قليلة وتقريبا. حتى لو قليلة. معدودة، يعني معدودة على الأصابع. رفضت بكذا جهة عندي أنا. ما انقبلت. بسبب إنه ما في احتياج كبير، هم بيدوروا احتياج الملايين. أوكي. هذا بالنظرة الريادة والأعمال. طيب. أوكي. فعشان كذا الأفكار جميلة جدا، بس مو كل فكرة تنقبل كريادة. تمام. ممكن تمام. أخذ عليها براءة اختراع بس تجلس في البيت. أوكي. بس أنتوا شايفين إنه مستقبل المخترعين
ربما بالماضي كان هو يعني محتاجين دعم أكثر، والآن بدأ الدعم يظهر ولا لا سهام؟ حاليا احنا عايشين، مو بدأ الحمد لله، عايشين الدعم اللي احنا عايشينه في جامعة أم القرى، بنبني مشاريعنا من أول من الفكرة إلى ما تنزل في السوق. حتى من ضمن انه المراحل اللي بيعملوها هي في أكماك، انه بنتعامل مع مصانع برا بوفر لنا كل حاجه احنا نحتاجها. كيف بي بي بيقبلوا المخترع؟ كيف البرنامج في معايير ل يعني قبول المخترع عن اخر؟ تفضل. عن طريق المقابله الشخصيه. احنا مقابله شخصيه، ايه، احنا بنسجل، كله بنسجل عن طريق الرابط حق أكماك، ومن خلال المقابله الشخصيه هم يشوفوا شخصيه المخترع نفسه. ممكن هو يكون مخترع بس مو متعاون زي ما قالت احنا. اللي عانينا منها المخترعات في أكماك انه احنا مخترعين، افكارنا جبار، كيف تقول انها ما هي حلوه؟ لا، ما نتقبل باي نقد. بس لما تعاملنا معاهم وعرفنا ونزلنا شفنا الواقع، فعلا كلامهم كلها صح ومنطقي. فالشيء الجميل بأكماك انه ما ينظر للمشروع، ينظر للشخص ويطوروا ويهيئوا هذا الشيء. طيب بالنسبة لجزئية جزئية براءة الاختراع، إيش الخطوات المتبعة؟ طبعاً الخطوات، طبعاً في كذا جهة تسجلي فيها، في مكتب البراءات السعودي، هذا خارج جامعة أم القرى لأي شخص، في جامعة أم القرى ومن ضمنها برنامج مسرع الأعمال اللي هي مكتب الملكية الفكرية لجامعة أم القرى. طبعاً إحنا سجلنا الحمد لله، كان من ضمن الأشياء بيركز عليها أكماك إنه لازم تسجلي براءة اختراع، كل المشاريع مسجلة الحمد لله. فتدخلي الموقع تبعهم، تسجلي اسم مرور، وطبعاً رقم مرور واسم مستخدم، وتصير عندك صفحة بتعبي الاختراع حقك وبتكتبي جميع التفاصيل وبترسليها. بعد كده أسبوعين ثلاثة بيجيك رد من مكتب براءة الملكية الفكرية، طبعاً يكون من أمريكا، طبعاً في بحث عندهم شوفوا الفكرة هل هي قابلة أنها تمشي في الخطوات، وخلاص بيصير بينكم مراسلات، بتطوري، بيوجهوكي لما تأخذي البراءة. فهي بتأخذ وقت من سنة إلى سنة ونص، سنتين لما تصدر براءة اختراع. تمام. طب كيف شايفين مثلا يعني المخترع، كيف شايفين مستقبله؟ يعني الآن إحنا قلتولي أنه الآن بدأنا الخطوات، بس فكركم مع نجاح المخترعين ومع نجاح فكرة تبني المخترعين وربما في مستقبلا كمان نجاح الاختراعات في سوق العمل، هل تتوقع انه هذا الشيء حيشجع الشباب انهم يقوموا عمليه الاختراع؟ وايش لازم يتوفر في المخترع عشان ينجح؟ بس عندي تعليق شوي. تفضلي. هو حاليا احنا ما نعتبر مخترعين، احنا نعتبر ريادي اعمال. طيب. فاحنا عرفتي دخلوا شخصيه الاختراع في رياده الاعمال، فصارت يعني مكونه شيء واحد هو تحت الرياده. مو أي مخترع ناجح ولا أي ريادي ناجح، بس إذا خذ الريادة بأسلوب مبتكر مو اختراع، إن شاء الله بإذن الله النجاح يكون حليفه بإذن الله. بس أنا برضو مصرة على سؤالي، إيش بيلزمه عشان يكون ريادي أو مخترع ناجح؟ إيش يلزمه؟ إيش محتاج؟ العزيمة والإصرار، يتحدى كل الظروف. ما مستحيل إن إحنا بننجح بدون ثغرات، لازم بدون صعوبات. في صعوبات واجهتكم؟ طبعا انا الحين جايه من اختباري، وبرضه عندي اختبار ثاني في الصباح. عظيم جدا، ربنا يوفقكم ان شاء الله، تستاهل كل خير، وان شاء الله اختراعاتكم يعني احنا نقول شافها النور اوريدي، لكن ان شاء الله تكون بمتناول الجميع، ايدي الجميع. يعطيكم الف عافيه وشكرا لتواجدكم بسيدتي، كل توفيق لكم. شكرا لكم. اذا مشاهدينا الكرام، بعد هذه الفقره ما زالت فقراتنا بسيدتي مستمره، ولكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا. جديد سيدتي مول الآن على جهازك وموبايلك، أول موقع من نوعه عربياً. تجولي بكبسة زر في كل مولات مدينتك، طلعي على أحدث المنتجات وأسعارها وآخر العروض والتخفيضات، واختاري كل احتياجات جمالك وأناقتك وبيتك وعائلتك. سيدتي مول ينقل لك تجارب متسوقات ويستقبلك في ناد خاص لتتفاعلي وتفوزي بعروض شراء لك وحدك. سيدتي مول، الوجهة الأولى للماركات العالمية. في سيدتي بعد الفاصل، جمعية الثقافة والفنون تحتفي بالمرأة الناشرة والمؤلفة.